وحول انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن واتهامات بتهريب المخدرات الإيرانية لكل من السعودية واليمن، ينضم إلينا الأستاذ صالح الجبري رئيس مركز يني يمن عبر الخط الهاتفي من إسطنبول. مرحبا بك معنا سيد صالح. أهلا وسهلا يا مرحبا. بالأمس سيطر على حريق قرب محطة لتوزيع المنتجات النفطية في جازان بالسعودية بعد قصف حوثي واعتراض التحالف لخمس طائرات مسيرة حوثية موجهة للسعودية، واليوم احتجاز سفينة إيرانية قيل أنها تهرب المخدرات الإيرانية قبالة سواحل محافظة المهرة لإدخالها للسعودية. ما الذي يجري هناك؟ شكرا جزيلا. عندما يتهاون التحالف في حسم المعركة العسكرية مع الشرعية في اليمن، تحدث مثل هذه الاعتداءات من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية والتي تدعم من قبل إيران وبعض الأطراف الإقليمية للأسف الشديد. طبيعي أنه يحصل اعتداءات على منشآت سواء سعودية أو يعني اعتداءات على المواطنين، كما حدث يعني بالإطلاق الصواريخ ميليشيات إلى مدينة مأرب المكتظة بالسكان وإلى مدينة تعز أيضا التي يقطنها أكثر من 4 ملايين يمني. وبالتالي هذا يعود إلى تهاون التحالف العربي في الحسم العسكري. الحوثي يستعرض بعضلاته في صنعاء عبر يعني احتفالات ومهرجانات وحضور قيادات عسكرية، ولا لم نسمع حتى طلقة يعني رصاصة أو ضرب طيران للأسف الشديد. وهذا قوى التركي الميليشيات الحوثي أن تعتدي وتتطاول، وممكن في الأيام القادمة أن يكون أكثر هجوما كما حدث قبل أشهر على منشآت النفط السعودية. هذا عن استهداف الميليشيا للمدنيين في اليمن والسعودية بالنواحي العسكرية أو بالأسلحة المعروفة بالطائرات وغيرها، ماذا عن استهدافهم بالمخدرات؟ الميليشيات هي 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 وجهان لعمله واحده. الميليشيات سواء كانت في 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 حزب الله او ميليشيات في سوريا او ميليشيات في العراق او ميليشيات في اليمن، هذا اسلوب للدخل لدخل العمله الصعبه. واذا كانوا قد انقلبوا على دوله واحتلوا المعسكرات واخذوا الوزارات وقتلوا النساء والرجال وفجروا البيوت المعارضين، فمن لا يستغرب أن يتاجرون في المخدرات وما إلى ذلك. هذا أمر متوقع عند هذه الميليشيات لأنها تكتسب من وراء ذلك العملات، وهي التي تدعي بأنها تحارب الكفار والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ولكنها تدخل مثل هذه المحرمات والمخدرات إلى أرض اليمن الذي لم يعرف مثل هذه التجاوزات إلى في عهد ميليشيات الحوثي الإيرانية، فهي أحد أساليب استخدام العملات الصعبة. والآن قيادات العسكرية للحوثي كل واحد هناك ملفات وفضائح بدأت تخرج الآن، كل قيادي له الآن من الشركات الخاصة ومؤسسات الدولة التي استولوا عليها في العاصمة صنعاء، وأصبحت كلها تمول لصالح القيادات الحوثية مع الأسف الشديد، وهم الذين خرجوا قبل 6 سنوات يطالبون بمحاربة الفساد وما إلى ذلك من هذه الكلام. نعم. والأكاذيب التي ضحكوا على الشعب اليمني. إذا كان إسكات النيران التي تستهدف المدنيين في اليمن والسعودية يمكن أن يكون بعملية عسكرية، ما الحل برأيكم لإسكات هذه الهجمة التي تستهدف عقول وصحة اليمنيين؟ ليس من حل الآن إلا بالحسم العسكري في الميدان. كلما طالت الحرب في اليمن ليس لمصلحة اليمنيين، سيزداد الحوثي توسعا ويدمر الهوية الوطنية والثقافية والدينية للشعب اليمني. هو الآن يعني يدير المؤسسات الدولة في مساحة 25% من مساحة اليمن، يعني والكثافة السكانية موجودة في هذه المساحة التي تقدر ب 25%، أكثر تقريبا من 18 مليون تحت يعني سيطرة ميليشيات الحوثي. وبالتالي الآن ظهرت العيديات والمناسبات والاحتفالات الشيعية والغدير وكلها التي جاءت من إيران، وقبل أيام لعلكم تابعتم وصول تحت غطاء الأمم المتحدة وجاء بشكل مخفي ما يسمى بالسفير، سفير إيران لدى ميليشيات الحوثي. وبالتالي الحسم العسكري للقضاء على هذه الفئة أو حتى تجلس على طاولة الحوار وهي في مرحلة الضعف
وعند ذلك سيتشاور اليمنيون ويخرجون بحلول لإصلاح اليمن وتسليح السلاح الثقيل للدولة وأن يكونوا حزبا سياسيا، وإلا غير ذلك فلا حل مطلقا على الأقل في النظرة الأولية أو المستقبل القريب. الحل والآن هو الحسم العسكري ودخول العاصمة صنعاء وإعادتها إلى الشرعية، عند ذلك سيتحاول المتحاورون من باب الانتصار وليس من باب الضعف. أستاذ صالح، في موضوع ذي صلة بما نتحدث به سواء استهداف اليمنيين بهذه المواجهات العسكرية أو بطرق أخرى كالمخدرات، هناك حديث عن استهداف عقول اليمنيين، وهذا ما أشار إليه وزير الإعلام اليمني عندما قال أن ميليشيا الحوثي تتلاعب في عقول الطلاب وتغرس أفكار إرهابية وبالمناهج وما إلى ذلك. إذا الأمر ليس خلاف على السلطة كما هو واضح، إنما هو غزو ثقافي إنجاز التعبير تنفذه الميليشيات تجاه الشعب اليمني وأطفال اليمن على وجه التحديد. كيف يمكن لهذه الميليشيات بهذه السياسة أن تكون جزءا من الحل النهائي في اليمن؟ ولذلك نقول أن الخلاف مع هذه الميليشيات ليس خلاف مذهبي ولا خلاف سياسي، الخلاف مع هؤلاء أن هؤلاء ينظرون أن الله اختارهم كنطفة على غيرهم، نطفة مطهرة، وبقية أبناء الشعب اليمني عبارة عن خدم وعبد لهم. هذه القضية وهي قضية خطيرة، ليس الخلاف خلاف مذهبي ولا خلاف سياسي ولا خلاف حزبي، الخلاف أكبر من ذلك. هؤلاء يرون بأنهم مختارون من الله أن يحكموا هذا الشعب ويستعبدوا الشعب اليمني، وهذا من المستحيل أن يلتقي مع أبناء الشعب اليمني الذي ثار عليهم الآن في معظم محافظات اليمن. كانوا قد وصلوا إلى مدينة عدن ثم انتفض الشعب اليمني وأعادهم إلى العاصمة صنعاء، وهم الآن محاصرون في بحدود يعني في جبهات حول العاصمة صنعاء لولا تدخل التحالف وعمل خط أحمر على عدم تجاوز هذه الخطوط لإسقاط أو إرجاع العاصمة صنعاء. الحوثي الآن يستهدف العقول أطفال. تصور أن الطفل الذي ولد قبل 6 سنوات وهو الآن عمره 6 سنوات لم يعرف إلا هذه الخزعبلات التي يأتي بها الحوثي، الشيعية الإيرانية الاثنا عشرية الخطيرة. نحن كشعب اليمني تعايشنا مذهب زيدي ومذهب شافعي، كل المذاهب عشنا معا في المساجد في 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 في, في الزواج في 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 الجلسات في كجيران، لم يكن عندنا هذه المسميات إلى أن جاءت هذه النبتة الخبيثة وغيرت وتريد أن تغير ثقافة وهوية الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك الأستاذ صالح الجبري، رئيس مركز يني يمن، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.